ده بتاعك انت يا طنط سارة. ميرسي يا حبيبي. وده بتاعك انت يا فرحة. جدو بتاع جدو. وده بتاعك انت بقى يا ماما. يا حبيب قلبي انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ لا يا ماما اصل انا ما قلتلكيش، اصل رئيس البعثه المصريه صرف لي 500 دولار مكافاه عشان انا خدت ميداليتين ذهب. انا بقى ما رضيتش اقول لك في التليفون عشان تبقى مفاجاه. واول ما خدت الفلوس يا ماما رحت على اكبر مول هناك عشان اجيب لكم الحاجات دي، بس بقى على المقاسات تطلع مظبوطه وزي عجبكم. يا حبيبي كفايه ان انت افتكرتنا، مش مهم المقاسات، انا مثلا بلبس لارج، لو انت جبت لي حاجه اكس اكس لارج هلبسها برده ان شاء الله بقى فيها زي الكشك عشان انت يا حبيبي. بس كل ده ما كانش ليه لزوم. بس يا ماما بقى ما تقوليش الكلام ده وانت زعلاني مني كمان. هو انا عندي اغلى منكم؟ يا حبيب قلبي ماما جو روحي انت. انا قايمه عشان يا دوب الحق الدرس. مش تشوفي الحاجه اللي اخوكي جايبها لك؟ معلش بعدين، يا دوب الحق اغير هدوم. مبروك يا تامر. ميرسي يا فرح. لو هتغيري بسرعه يلا عشان اخدك في طريقي وانا نازله. انت رايحه فين؟ انت هتتغدي معايا؟ انا عامله الاكل كله اللي بيحبه حبيبي ده. ضم لي وقتي ما بين الكاراتيه والتدريبات والسفر والمذاكره يعني. طب لو انا طلبت منك تشرب حاجه يا جدو؟ هو ده يا بنتي وقت اكل ولا شرب؟ نصيحه لكل شباب. خلاص انا اخش اعمل لنفسي قهوه احسن، عندي صداع هيفرتك دماغي. رائع نجح بين الجمع بين التفوق الدراسي والتفوق الرياضي. هو انا بنصح كل شاب ان هو يتعلم رياضه، لان الرياضه بتدي ثقه في النفس وصحه في نفس الوقت، واحنا كلنا عارفين يعني ان العقل السليم في الجسم السليم. مساء الخير يا طنط. اهلا يا حبيبتي. ماما. نعم. عملتي لي ايه في الحاجات اللي طلبتها منك؟ انت عارف يا جدو انا بس كل اللي عليا ان انا اطلب، وهم يقولوا لي شبيك لبيك. مبروك يا ابني مبروك. الله يبارك فيك يا جدو. انت عارف يا جدو دكتور خالد ده راجل عظيم قوي، انا نفسي ابقى زيه لما اكبر. يا رب يا رب يا ابني. تعالى فرجني على حاجه. بصي دي حلوه ازاي. على فكره في واحده مستنياك في المكتب بقالها يجي ساعه واكتر. واحده مين دي؟ فرح. الحمد لله على السلامه. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ معقولة تيجي وتستني؟ مش كنت تقولي؟ عارفة لو كنت قلتي لي كنت هتيجي تلاقيني أنا اللي مستني. سلامة، أنا لا معايا تليفونك ولا موبايلك ولا أي حاجة في الدنيا، أنا معيش غير العنوان اللي اديتهولي ساعة لما جيت تفتح الشركة دي، قلت أعدي عليك وأنا رايحة الكلية. بس ما كنتش أعرف إن الشركة على قد حالها قوي كده. معلش، إن شاء الله بكرة ربنا يكرمنا وهنكبر المصنع. ها تشربي إيه؟ لا ميرسي. هما كلمتين انا عايزه اقولهم لك وعايزه امشي على طول. خير يا فرح قلقتيني، انا تحت امرك. اللي احنا مش شركة معاك في الشركه دي ولينا نصيب من ارباحها ولا انا اتهيأ لي؟ طبعا مظبوط. حلو قوي، امال ضربتناش ليه؟ لا جيت ولا قلت حد يحاسبني ولا اديتنا ارباحنا من الفتره اللي فاتت، ولا ما كسبتش حاجه في الشركه دي؟ لا لا كسبت طبعا، بس انا سبق وعرضت على طنط فاتن انها اديها جزء من نصيبكم في الارباح وهي اللي رفضت، قالت انها مش محتاجه فلوس دلوقتي. هي قالت كده؟ بس انا بقى محتاجه. واحنا يعني كنا ادينا لك الفلوس دي ليه؟ مش عشان تشغلها واحنا ناخد ارباحها نصرف منها ونستفيد بيها؟ ولا انت ناوي تعمل زي ما باباك عمل؟ انا مش هزعل منك. عموما انا تحت امرك في كل اللي انت عايزاه. تمام، انا بقى محتاجه مصروف كل اول شهر، وتقدر تبقى تخصمه من ارباحنا لما تبقى تيجي تحاسب ماما ان شاء الله. بس يا ريت يعني ماما ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. تلتمية او 400 جنيه اظن مش كتير، ويا ريت اول دفعه تبقى دلوقتي. دلوقتي ايه مالك اتخضيت قوي كده ليه؟ ولا مش عامل حسابك فيهم والمبلغ كبير والحاجات دي بقى؟ لا 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 انا بس كل السيولة اللي معايا في الشركة دفعتها لمورد الخامات، مفيش في الشركة تقريبا دلوقتي ولا مليم. اديني بس فرصة لغاية أول الأسبوع، كل الفلوس اللي أنت عايزاها هتكون عندك وزيادة كمان، وأنا بنفسي حاجة أجيبهم لك لغاية الكلية. برافو عليك يا فرح، ده اللي كان لازم تعمليه ومن أول ما دخلت الكلية كمان. يا بنتي ده أنت محتاجة مصاريف كتير قوي، وبعدين ابن عمك ده باين عليه ضارب طناش.
حكايه ان مامتك مش عايزه تاخد منه الارباح جات له على الطبطاب. الظاهر كده. على فكره يا فرح، انا نفسي افهم مامتك ازاي هي مش قادره تدبر لكم مصاريفكم، وانت بقالك اسبوعين قايله لها على مصاريف الكتب ومش قادره تدبرها لك، وكمان مش عاوزه تاخد نصيبكم في الارباح من المحروس ابن عمك. ده انا والله اللي نفسي افهم ماما بتفكر ازاي يا مشير. بس تفتكري ممكن سلامة يروح يقول لمامتك على طلبتي منه؟ لا لا، سلامة ما يعملش كده يا مشيرة. سلامة بيحبني وعنده أمل إنه في يوم من الأيام يتجوزني وحاجات كده يعني. لا يا شيخة، معقول؟ تعرف يا عم مختار، أنا كان عندي استعداد أقطع من لحمي وديها ولا النيشة ولا هلا، بس حسبتها كده بيني وبين نفسي، قلت والدتها هتقول عليا إيه، أكيد المرة دي مش هتسامحني، وكفاية أوي اللي حصل المرة اللي فاتت. كان لازم تقول لبنت عمك لا ولا تعشمهاش. لا لا، ازاي بس يا عم مختار؟ دي فلوسها، ازاي امنحها عنها؟ ازاي بقى في ايدي حاجه هي عايزاها وحوشها عنها؟ انا خلاص برج من دماغها هيطير ومش عارف اعمل ايه. طب بس اقعد كده واهدى وفكر هتعمل ايه مع بنت عمك. انا بس اللي مجنني انها اتغيرت خالص، مش دي فرح بتاعت زمان ابدا. انا اصلي يا عم مختار كنت كل ما بروح لهم الايام اللي فاتت كانت بتفضل حابسه نفسها في الاوضه وما تطلعش تقابلني ابدا، عشان كده بقالي كتير ما شفتهاش. احتمال برضو الزمن بيعمل اكتر من كده. بس دي اتغيرت خالص، كانها واحده تانية، طريقه لبسها وشكلها حتى اسلوب تفكيرها، دي بتقول كلام عمري ما كنت اتوقع انه ممكن يطلع منها. ماما، انتي رحتي لسلامه وطلبتي منه فلوس؟ لا، ما هو ما تكذبيش. ايوه رحت، انا حبيت بس افكره عشان شكله كده عامل ناسي ومش سائل فين، ولا احنا مش صحاب الشركه اللي هو بيديرها دي؟ تروحي من غير ما تستأذني؟ انا كنت عارفه ان حضرتك مش هتوافقي. عارفه ان انا مش هوافق وتروحي من ورايا؟ ماما ده حقنا، انا ما كنتش رايحه اشحت منه، ولا هو ناوي ياكل فلوسنا ويكوش عليها زي ما بابا عمل. اتكلمي بادب. انا بتكلم بادب يا ماما، انا ما عملتش حاجه غلط، ولا هو كل حاجه دلوقتي بقيت بعملها بقت غلط، كانك مستنياني على غلطه عشان تحاسبيني عليها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول الحقيقه واللي انا شايفاه، وشايفه ازاي كمان بقيتي بتميزي بيني وبين تامر. انا؟ ايوه يا ماما. ما هو هو دلوقتي بقى البطل الكبير اللي كل الجرايد والمجلات بتكتب عنه، واللي رجل اعمال كبير اتبناه رياضيا، وحضرتك مبسوطه وفرحانه بيه قوي، عشان كده كل طلباته بقت مجابه، واللي عايزه بيكون يذاكر بقى ما يذاكرش، يرجع متاخر ولا حتى بدري مش مهم. لكن انا ولا حاجه، حتى كل اللي كان نفسي ونفسك ان انا اخشها ما جبتش مجموعها وما دخلتهاش، عشان كده تامر كبر في نظرك وبقيتي راضي عنه وبتحبيه، لكن انا نظرتك ليا اتغيرت وبقت كل حاجه بعملها غلط، صح؟ ازاي ممكن تتصوري اني افكر بالطريقه دي؟ هي دي الحقيقه يا ماما. لو فعلا حضرتك لسه بتحبيني زي ما بتحبي تامر، كنت عملتي لي اللي طلبته منك من غير ما تتاخري عليا. انت اتجننتي؟ انا مش متصوره انك غيرانه من اخوك، غيرانه من نجاحه. انا عمري ما فرقت بينكم ابدا. انا لو كنت فعلا بغير من اخويا فانا ليا اسبابي. ليكي اسبابك ايه؟ انا عمري ما فرقت بينك وبينه، طول الوقت بحاول اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، والدليل اهو. تعالي معايا، انا طلبت سلطه واستنيت لحد لما انتهيت. اتفضلي خدي الفلوس اعملي بيها اللي انت عايزاه، ان شاء الله تحرقيها، بس اوعي تقولي ان انا بفرق بينك وبينه. ولو ما كانوش وافقوا لك على السلطه يا ترى كنت هتعملي ايه؟ انت طول الوقت بتقصدي تجرحيني، طول الوقت محسساني ان انا مقصره في حقك انت وهو. يا شيخ ارحمي ارحمي.